طبعا مثل ما عودناكم في فقرة القانون يكون معنا ضيف متخصص في القانون، وضيفنا المتخصص لهذا اليوم هو المحامي والمستشار وسيم معضاد. ولأن هذه الفقرة مختلفة قلنا لكم معنا ضيوف مميزين أيضا، معنا الضيفة الدائمة المميزة دائما في برنامجنا الدكتورة جيهان عبد القادر، الرئيس التنفيذي لمستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية في مدينة دبي الطبية. شكرا دكتورة. أهلا فيك. في البداية احنا بنتكلم زي ما قلنا في المقدمة وشفنا في التقرير عن الأخطاء في العمليات التجميلية. القضاء في المحكمة كيف يكون عنده القدرة أو الوسيلة التقديرية لمسؤولية الأخطاء الطبية في عمليات تجميل؟ هل في قدرة عندهم يقدرون يقيمون العمليات أو الأخطاء في العمليات؟ بالمبدأ الجسم القضائي غير مخول فعليا لحتى هو يقدر يحدد اذا كان في خطا طبي ام لا. لهالسبب بده يلجا مضطر لتقارير متخصصين حكماء ثانيين، تقارير طبيه ثانيه. هون بحدد التقرير الثاني وبحدد اذا في عندنا كان خطا طبي او ما كان في خطا، اذا كان في عندنا اهمال، اذا كان في عندنا سوء تشخيص. بس في شغله يعني الكل بيعرفوها بتصور، انه عاده الطبيب كثير قليل انه يعطي تقرير عن طبيب تاني واضح كثير انه في سوء اداره او في سوء تقدير او في سوء تشخيص او اهمال. حتى لو كان في امر من المحكمه وهذا جايبينه مخول من المحكمه. نعم، ما هو اللي بيصير هو التالي، انه اللي عم بيصير عاده انه هيدي التقارير بتكون فيها جزء كثير كثير واضح وبينترك فيها مجال لحتى ينقال انه ما في عندنا خطا طبي او ما في خطا متعمد. يعني او انه هذا الطبيب بذل الجهد الكافي ولكن اتت النتيجه عكس المتوقع. سوري، ما فيش خبراء مختصين زي في الخارج مثلا اطباء بيشتغلوا يعني مع القضاء؟ بلى، بالمبدا في بكل دومين في متخصصين، ان كان بالهندسه ان كان بالاعمال الحسابيه او كمان بالطب. بالتالي هم بالنسبه لهم سهل انه يعملوا تقرير. ما عم نقول لا، يقيم. ما عم نقول لا، بس في مثل شعبي كثير معروف انه وشهد شاهد من اهله. يعني بهذه الحاله انت هنا قاعد تتهم الاطباء الاخرين؟ لا، اتهام او انك تقول انهم يمكن فنيا ما يقدرون يقدرون الخطا فعليا على مين؟ لانه ممكن اي طبيب يجيب اجراءات معينه. يعني احنا في النهايه في سؤال مهم، من هم المسؤولين؟ ما هي وش الاطراف الاساسيه اللي في النهايه ممكن اي خطا طبي يكون يتحملون المسؤوليه او جزء من المسؤوليه؟ هون عم نخلط بين ثلاث شغلات كثير اساسيه. الخطا مش ضروري يكون دائما خطا طبيب، يعني اذا صار في خطا بعمليه تجميل ما ضروري تكون خطا طبي، بيقدر يكون خطا من المستشفى، بيقدر يكون خطا من المريض هو ذاته، وبيقدر يكون خطا من المريض. يعني ممتاز، بس مين المسؤول؟ هل مسؤولية تقع على الطبيب ولا على المستشفى؟ في الخارج مثلا أي طبيب أو أي مشكلة ناتجة عن عملية الطبيب هو مش مسؤول، هي المستشفى المسؤولة. هل في البلاد العربية أيضا في القانون ده؟ ما هون بدنا نحدد الخطأ على مين. هون بيصير دور المحكمة أو دور التقرير الطبي اللي بدهم يقوموا فيه أطباء حياديين عينتهم المحكمة لحتى يحددوا نسب. يمكن مرات بيكون في نسب متفاوتة يعني مسؤولية مشتركة أو جزئية أو كاملة حسب. دكتورة جيهان، بما نتكلم عن الأخطاء، أولا هل صارت أخطاء معينة يعني في عملية تجميل يعني انتبه يعني لأحد من المرضى، وهل رفعت عليكم قضايا؟ ما رفعت علينا قضايا والحمد لله، مش هالبس، ولكن في شيء أحب أوضحه. ماذا يعني الخطأ الطبي؟ وما المقصود بالخطأ الطبي؟ ومن يقرر أنه في خطأ طبي أو ما في خطأ طبي؟ المقصود في هالكلام أحيانا الطبيب أو جراح التجميل ما يقدر يوصل توقعات الشخص نفسه لنتائج العملية. ما يقدر ينفذها حسب توقعاته. إحنا هذا مش خطأ طبي. فلازم نفرق، لأنه في ناس أحيانا تلجأ للقضاء وهم لا هذه حالة إنه ما وصل للمرحلة اللي يبيها، بس في مرات تشوهات. لا، هذا موضوع ثاني، لذلك انا افصل ما بين التشوهات او ما بين المشاكل الضرر. لذلك انا دائما اكرر واعيد انه يجب ان تؤخذ عمليات التجميل بعين الاعتبار طالما هي عمليات ترفيهيه وليست عمليات نحن بحاجه لها. كماليات، ان هي كماليات، ولكن لانها كماليات يلجا بعض الاطباء انه
ما ياخذوها بعين الاعتبار، لذلك تتم في غرف صغيره يستهينون فيها ولا ياخذوها على محمل الجد، يعني في غرف صغيره، غرف مش مؤهله كامله، لذلك ممكن يصير التهاب بعد العمليه. دكتوره، بالنسبه لعمليات التجميل، المواد اللي انتم تستخدمونها في العمليه، نعم، هل في منها مثلا اصليه وغير اصليه؟ او في هي التشريع، نعم، انه ما يدخل غير اصلي للبلد؟ في مواد مقلده كثيرة وجودة. طبعا في كثيرة، وأنا ما أسميها دائما دول التخفيضات تصدر هذا النوع من المواد بطريقة سرية، ولكن المستشفيات أو العيادات أو الأطباء اللي المفروض يكون عندهم ضمير في التعامل مع مرضاهم أو مع زوارهم، أنه ما يلجؤون لهذا النوع من المواد اللي قد تكون مهلكة، مهلكة بأكثر ما تتخيل محمد. في دولة الإمارات أنا أقول لك الحمد لله الهيئة الصحة، هيئات الصحة بصورة عامة لها تأثير كبير على الشركات اللي هي عندها معايير عالية، عندها معايير عالية ورقابة صارمة جدا. بس دكتورة، ولكن في أحيانا يصير تسرب في بلد مثلا زي الإمارات فرضا، ما له وكيل، مش معروف، في النهاية هو ممنوع زين أنه يدخل، دخل بطريقة غير شرعية، هل يتحمل المريض نسبة كبيرة من مسؤولية يعني استخدام هذا المنتج او انه في هذه القضية؟ بس نقطة. نعم. الشيء الثاني انه لو في بلد ثاني، لا البلد الثاني مسموح فيه زين، هل مثلا لو قضيتين في نفس في بلد مثلا خلينا نقول اي وبلد بي، اي مسموح وبي مش مسموح، هل طبعا هل تختلف يختلف حكم القضاء هنا؟ نعم. هون لازم نقدر نثبت انه هذا المريض بين هلالين اكيد مريض، هو شخص كان عالم انه هيدا المنتج هو منتج مضر، وهذا المنتج هو جاي بطريقه غير شرعيه فايت على البلد، وهو بسبب هيدي الامراض. تنكون واعيين المريض قصدت نعم. استاذ وسيم، هي نسبيه المسؤوليه على الخطا. نعم. يعني في بلد مسؤول، بلد يعني مسموح فيه، يعني خلينا نقول خليه يتحمل، يمكن ما يتحمل شيء، 1%، لكن في بلد غير مسموح مثلا المريض يتشارك، كلهم حيتشاركوا مع المستشفى. نعم. وحيتشاركوا مع العياده اللي سوت العمليه، لكن ما يدري يا مشعل، كيف يثبت جهله؟ كيف يقدر يثبت انه كان جاهل انه ما لا انا لا. بثبت لك كيف جهله اذا تسمح لي. تفضلي. لا يقارن الانسان باي مثل اخر، الانسان كائن مهم جدا، اهم خلق الله، صح ولا لا؟ انا بسالك سؤال، لو انت اليوم تبغي تشتري قلم، لو أخذت من وكيل تأخذ كل الحقوق في حالة إذا عطل أو ما كتب أو تعب أو انكسر، صح؟ إذا أنت صاحب حق في القضاء وفي النفس وفي المجتمع وفي المال وفي كل شيء. لو أخذت من شارع مش معروف الدكان اللي اشتريت منه، لك حقوق؟ قطعا لا، ما لك حقوق. إذا الإنسان مسؤول كيف يتعامل مع جسده وين يسلم جسده. أيوة، خاصة في الحالة يعني. بس سوري، في الحالة الحشو دي مثلا، الناس كانوا راحوا عند في مستشفيات وعند أطباء وناس مسؤولين، فبال يعني كان عندهم ثقة كبيرة، ورغم كده حصل المشكلة. بدي أوضح شغلة كتير كبيرة، ونفس FDA approved يا سميرة. نعم. بدي أوضح شيء، إنونا عم نحكي، إذا بدنا نحكي بالإنون، المستهلك العادي اللي هو المستهلك اللي منه خبير، يعني هول مرضى منهم اطباء، فبالتالي ما عندهم القدره انهم هن يحددوا اذا هذا المنتج هو منتج سليم ولا منتج منه سليم. هون الدور الاساسي بيكون على المستشفيات وعلى الاطباء يلي هن يحددوا اذا هذا المنتج سليم ولا لا، لانه اليوم الانسان بس بده يجي يعمل عمليه، ما بيفوت مطلق عمليه، عم نحكي تجميل اذا بدنا نحكي بشكل خاص عن هذا الموضوع، ما بيفوت على المستشفى بيسال شو هو المنتج اللي بده ينحط له. واذا سال عن المنتج ما بيقدر يعرف اذا هذا المنتج هو مزبوط ولا مش مزبوط. الدور هون بيكون للطبيب وبيكون للمستشفى. زين، انا سؤال مشترك. نعم. فرضا انسانه راحت مركز تجميل وقالت اعملوا لي انفي بالطريقه هاي، نعم، ومركز التجميل بدوا العمليه، الان المريض يقول لا انا ما بغيت بالطريقه هذه. نعم. هي مقاييس جمالية، هذا هو اللي أنا قصدته. من هنا يحدد أن نعم الطبيب أدى دوره ولا لا؟ المحكمة كيف تعرف؟ يعني هي جمالي. نعم. يقول له أنا مو بعجبني، أنا ما كنت أبغيه. في معايير علمية. يمكن يعجب القاضي. طيب. في معايير علمية بتكون بيست على آراء طبية لهذا الموضوع، مثل ما ذكرت بالأول إنه القضاء بمطلق بكل البلدان ومطلق الأحوال ما عنده القدرة هو إنه يحدد إذا هذا الشيء
طبيا مزبوط ولا طبيا مش مزبوط. هون بترجع الدور للاطباء يلي هن بيستعينوا فيهم كخبراء. مين لازم يثبت لو في خطا؟ بالمبدا القانوني البينة على من يدعي. قانون المطبوعه، يعني اليوم في بعض قنوات تلفزيونيه تشوف صور يقارنون وحده كيف جسمها وكيف تستوي بكريمات باشياء، فما في قانون لهذه المطبوعات، قانون لهالاعلانات؟ هلا القانون، القانون كقانون ما بيقدر يمنع هذا الشيء اذا ما اثبت هذا المنتج انه هو عديم الجدوى. بس عندنا او هو بالامارات ما يقدر ينزل اعلان الا يرخص من وزاره الصحه الاعلان. نعم. وهو مفروض بقوانين شديده جدا بكل البلدان هيك، بس اللي عم بيصير هو التالي صراحه، اللي عم بيصير فعليا هو انه في قنوات فضائيه كثير كبيره يلي هي عددها عم بيتكاثر بطريقه رهيبه، وفي جزء كثير كبير منها عمود الفقري هو الاعلانات تبع هيدي المنتجات. يعني في صار في حالات بلبنان بهذا الموضوع، منعت منتجات تطلع على التلفزيون لانه انسحبت عنها التراخيص، وفي بعض منها ما كان مرخص من الاول، لجأوا اصحاب هذه المنتجات لحتى يصيروا تطلع على الفضائيات. هلا الفضائيات هون بنفتنا صرنا بساعتها بالقانون البث الفضائي، ومن وين بنقدر التخسيس انا سمعت التخسيس وكريم واعتقد انه مشهوره في لبنان ويحلون كل مشاكل الدنيا ومنعت وهي بنطلبها لحد الان. نعم. وهي ممنوعه. نعم. احنا دكتور انا واضح دكتور عندك احصائيات كثيره ومهمه، واحنا ما نبغى انها يعني ما نبغى المشاهدين ما يستفيدوا منها. يعني الاحصائيات جدا مهمه، في 1,620,855 عمليه جراحية للتجميل أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010. 1,620,855 يا زهرة، يعني الناس كلهم مزيفين في أمر. لا لا، جراحة التجميل لا تعني التزييف. في تزييف دكتور، بس من أنا كنت ممكن أتوقع أكثر من كده. مش شايفة لا بدك تحكي يعني الفنانات اللي كانوا يحددوهم. لا 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 لا، لا في تزييف، يعني فنانات معروفات بس في ناس في حالة اسمح لي أنا أدري يتزوج الفتاة على أساس أنها خشمها صغير وجميلة، بعدين لما خلفت وجابت بنت لقى خشمها الطول، فهذا شو الغلط؟ شو الغلط انه هي؟ انا كمل القصه، كمل القصه، كمل القصه، كمل القصه. فلما انه سالها الاب انه طلع على مين؟ طلع على مين يعني؟ قالت هذه طالعه علي قبل ما علي انا قبل طلقها لان اعتبرها ان غش او ردة فعلها. انا بالنسبه ردة فعلها على الاقل طول فاتها ما كان اوفر. راي امل، راي امل، راي امل، هذه فيها انا مواضيع التجميل عموما وايد احب اسمع فيها، بس قاعد نلاحظ احنا بالاونه الاخيره حتى دكتور التجميل لما يقز واحده اي شيء الاوبر الفيلر او البوتكس او غيرها تي تساله مثلا عن نوع الماده اللي قص ما صايرين ما يقولون السيليكون اساسا اللي كنا نتحكى عنه اللي هو الحشوات. طيب اذا هي في غرفه العمليات اساسا مو قاعد الا الدكتور وممكن السسترات ما يدري شو الماده. طيب انا شايف لي نفس اللي قال لي عليه يعني اساسا ما في احد الحين يختار عندنا ايش يضمن لي انه هو حطه نفس الماده اللي انا اخترتها مثلا. اي هل في طريقه ممكن اشعه او شيء تبين عندي نفس لا لا صح مهم صح. لا الامانه الطبيه ممكن يكون غش فعلا ما ادري كيف جميل بس الامانه الطبيه مهمه جدا، لذلك اختيار المكان وين انا اسوي عشان ارجع لحقوقي، مثل ما المثل اللي انا اعطيتيه اياه لما اتكلم مع دكتور اني الدكتور هذا مرخص، الاماكن مرخصه، المستشفى مرخصه، اناقش الدكتور في 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 النوع المستحضر، اوقع انا وقعت اني انا بستخدم المستحضر هذا، لا سمح الله صار شيء يوم من الايام، انا عندي دوكيومنت، عندي شيء يثبت شو هو حقي. انا اعتقد انه وفين وكفين صراحه في الموضوع، وقضيه احصائيات قضيه مهمه، انا عارف انها يعني تهم متخصصين طبيا. انا اقول لك شو الاحصائيات ممكن تنفعنا كيف نقدر نطور هذه الخدمه ونطور هذا الشيء. لانه لما تتكلم على 1,600,000 أو 1,600,000 عمليه بس في الولايات المتحده 2010، بس لما تجزئها لانه الاحصائيه كبيره تجزئها كم عمليه شفط وكم عمليه صدر وكم عمليه عدد السكان عدد السكان والايج جروب يعني ما بين من 20 الى 25، يعني احصائيات مفصله خضعت للعمليه ومن 20 الى 25 كم العدد فمفصله تخليني اقدر انا كمسؤوله في القطاع الخاص الصحي كيف اقدر اطور عملي، كيف اقدر اوعي المجتمع، كيف اقدر اطور هذا النوع من العمليات. حتى كدوله تقرا المجتمع بتاعها عايش انا عندي ستاتستيك دوليه تضاف على هذا النحو من الدراسه. اعتقد كلام جميل وكلام مميز من ضيوف مميزين.
في فقرة مميزة طبعا. طبعا شكرا لكم، وان شاء الله تكونون يا مشاهدين زهرة الخليج الاعزاء استفدتوا من هذه